وسائل الإعلام الدولية أولت اهتماماً بالغاً لتغطية مجريات الانتخابات الرئاسية بالجزائر، حيث شهد المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، ومنذ الساعات الأولى ليوم الاقتراع تجند الصحافة بمختلف ألوانها لتنقل هذا الحدث الهام والفارق في مسار الجزائر الجديدة. تنقلنا بأكثر من مركز، تنقلنا لأكثر من مكان بكل سلاسة، بكل راحة، بكل تأمين، إن كان أمنياً وإن كان يعني بالوسائل النقل كانوا لا ما شاء الله عليهم، كانوا بالمستوى المطلوب. اليوم تنقلنا في بعض مراكز الاقتراع، صراحة معناها كان فما تنظيم محكم، أجواء هادئة وعادية. فيما يخص توا وسائل العمل، الإمكانيات اللي رصدتها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى المركز الدولي للصحفيين هي صراحة اعتمادات هامة وهامة جدا. حتى هذه الساعة ما لمسناه هو إقبال طيب على اللجان الانتخابية، هناك تيسير للإجراءات داخل المركز الدول للصحافة، سواء من ناحية الإجرائية، سواء من ناحية التقنية، سواء من الاستوديوهات المجهزة. وسائل الإعلام الوطنية أشادت بدورها بالتنظيم المحكم وظروف العمل المهيئة من خلال توفير كل الوسائل اللوجستية لضمان السير الحسن للتغطية الإعلامية للحدث الانتخابي. هذا الحدث الهام الذي حظي بتغطية إعلامية وطنية ودولية وعالمية جد هامة وواسعة نظراً لعدة عوامل، أولاً لأهمية الحدث وضخامته من جهة، وكذلك لأهمية البلد في حد ذاته. لأول مرة أنا كصحفي منذ 20 سنة لم أشاهد تسخير كل هذه الإمكانيات للإعلام الوطني وحتى للإعلام الأجنبي، إمكانية جبارة، مسخرات، تقنيات حديثة، استوديوهات وبلاطوهات احترافية، طاقم ما شاء الله، يعني تم تسهيل كل ما يمكن تسهيله من أجل إنجاح هذه العملية. ككل موعد انتخابي لا تتأخر الصحافة وطنية كانت أو دولية في نقل مجريات العملية الانتخابية عبر البث المباشر والمتابعة الآنية، فهي جزء من هذا الموعد الذي وفرت له الجزائر كل الإمكانيات حتى يكون عرساً انتخابياً.